وقع صندوق التنمية الصناعية السعودي اتفاقية التمويل مع مصنع نال الغذاء للأعلاف في منطقة تبوك بقيمة 22 مليون ريال، وذلك في إطار اهتمام الصندوق بتطبيق استراتيجية الأمن الغذائي والمائي في رؤية المملكة 2030، وبالتزامن مع إعلان وزارة البيئة والمياه والزراعة إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، ودعم مصانع الأعلاف للمساهمة في إيجاد البدائل المناسبة تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء بهذا الصدد. وتبلغ إجمالي استثمار المرحلة الأولى لمصنع الأعلاف 50 مليون ريال بالمدينة الصناعية في تبوك على مساحة 20 ألف متر مربع.